هذه إرادة الله كيمشي في واحد الوقت اللي نحن في حاجة إليه. ظهير أيسر ملي كنشوفوا القيمة ديال الظهير أيسر، الظهير أيسر كتعرفوا أنتم كلكم تعرفوا الكرة كقيمة، كنا كنبحثوا على ظهير أيسر، ولكن راه الله بغاه سواء ظهير أيسر أو لاعب أو كيما كان أو نجم. هذا جنازة شاب انتقل إلى عفو الله، تعزينا الصادقة إلى أسرة الوداد، وهذا تيبين مرة أخرى هذا النوع ديال التضامن اللي كاين في المؤسسات الرياضية. المؤسسات الرياضية ما فيهاش الربح وفيها الخسران. بالأمس القريب الوداد منتشية ومع جميع المغاربة بالفوز وتخطي ترجي وتخطي أيضا إنيمبا، والحلم تجاوز ديال ماميلودي ساندونز على شلة. ولكن كتجي واحد الوقيته اليوم من هاد الولد نودعو نقولوا له الله يرحمك ويوسع عليك ان شاء الله عند الله، والحياه تستمر، وتعازينا الصادقه الى الوداد والى كره القدم الوطنيه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.